النهارده الحد، ويوم الحد بيبقى عندك تمارين الساعه 4، فللاسف ماتشات الدوري الانجليزي اللي بتكون موجوده الساعه 3 ما بعرفش اتابعها، يعني ماتش مانشستر يونايتد وويست هام النهارده. كريستيانو في عز ما هو متالق وكل ماتش بيجيب له جون، والنهارده بيجيب جون في ويست هام، وسعيد بالرحمه بيرد الناحيه الثانيه وبيجيب جون، ومارك نوبل بيضيع ضربه جزاء في اللحظات الاخيره، وماتش مثير وحماسي عدى عليا ما اتفرجتش عليه، والقمه بتاعت لندن توتنهام وتشيلسي للاسف برضه ما اتفرجتش عليها، فكان قدامي خيارين اول ما جيت بالليل، اقعد اتفرج على قمه من قمم الدوري الايطالي وهي يوفنتوس ميلان، او اتفرج على قمه الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان وليون. قلت لا انا هروح اتفرج على باريس وليون علشان خاطر ميسي موجود، وانا رايح اتفرج على ميسي يا باشا، انا مش رايح اتفرج على باريس سان جيرمان وليون وبواتينج موجود وشاكري موجود وليون فريق بيحاول ان هو ينافس باريس سان جيرمان، لا انا جاي اتفرج على ميسي بقى. فحبت ان انا اقعد اركز مع بوتشين، قلت لا بوتشين بيعمل ايه اساسا، انا عايز افهم برضه، انا جاي اتفرج على ميسي بس ما بحبش اقعد اتفرج على الماتش كده وانا مش فاهم بوتش بيعمل ايه، خصوصا ان انا كنت من الناس معجبة بوتشيتينو. بس بصراحة بعد بدأت أركز مع شغله التكتيكي الماتش بتاع النهاردة، مش عشان غير ميسي، لا 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 لا، الموضوع كبير على فكرة، لأن بوتشيتينو النهاردة قعد 90 دقيقة يعق جوه الملعب، وسبحان الله ربنا رزق بالهدف بتاع كارد في الدقيقة 92 اللي هو عكس مجرى المباراة تكتيكيا من إدارة المدير الفني بوتشيتينو، مع إن هو اللي منزل إيكاردي، بس لو بصيت على بوتشيتينو أساسا هتلاقي إن طريقة اللعب 4-2-3-1 مش مناسبة للفريق أساسا، لأن أنت لو قعدت تدور كده مين الاجنحه بتاع باريس سان جيرمان؟ النهارده كان بيلعب بانخيل دي ماريا ناحيه اليمين، والناحيه الثانيه كان بيلعب بنيمار، تمام، انخيل دي ماريا ونيمار هيعملوا وجبات دفاعيه؟ لا. طب ميسي هيعمل وجبات دفاعيه؟ لا. طب مين اللي هيشيل الوجبات الدفاعيه؟ هيشيلها بالصلاه على النبي اندر هيريرا ودريسا جاي، تمام، ومين بقى وراه جاي؟ وراه ماركينوس وكمان موجود كيمبيمبي، تمام، مش الاثنين دول اللي بيكون في وسطهم كده شارع وعندهم مشاكل كتير؟ تمام. طب في مين الناحيه اليمين؟ اكيد اشرف حكيمي. لا لا لا، كرير مين لما كرير مين اللي بيلعب اشرف حكيمي؟ انت مجنون عشان تعال حكيمي دكه حتى في عز وجود نيمار وميسي ومبابي وانخيل دي ماريا؟ حكيمي لازم يكون موجود لان حكيمي بيشكل لك عنصر هجومي رهيب جدا من ناحيه اليمين. لك لا ما ينفعش ان انا بال 4-2-3-1 هاجم من الباك والطرف، ده انت مدير فني جبان بقى ومش عارف ان انت ماسك فريق مرشح لتدوب بدوري ابطال اوروبا، عملت ماتش سيء قدام كلوب بروج بعد مبابي ما خرج والفريق ما قدرش ان هو يصنع اي فرصه بسبب ان انت شغلك التكتيكي لسه ما اقنعش نجوم باريس سان جيرمان، تمام، ما عنديش اي مشكله. شوطك الاول افضل واحد فيه جوه الملعب ميسي، افضل واحد كاحصائيات وكارقام وكنسبه تمرير صحيحه ميسي بجانب الكره اللي جابها في العارضه بتاع الفاول، تمام، شايف ان في مشكله تقدر ان انت تغيرها جوه الملعب الشوط الثاني، فلازم ان انت تطلع كرير وتنزل اشرف حكيمي، او تحاول ان انت تطلع انخيل دي ماريا وتنزل مكانه ايكاردي وتنزل امبابي تحت شويه. لا انا مش هعمل كده، انا اول تغيير هطلع ميسي بعد ما لبست الهدف الاول، وبعد كمان ما نيمار قدر بفروقاته الفرديه ان هو ياخد له ضربه جزاء ويسجلها ان انا اطلع ميسي. ليه؟ ما فهمش، ما اعرفش، طلعت ميسي حطيت اشرف حكيمي هاف يمين وحطيت انخيل دي ماريا صانع العاب، لو انت بتنيل ليه؟ الله اعلم يعني، سيبه الراجل بيهبط زي ما هو عايز يا جماعه. طب تمام، بعد كده شفت ان انخيل دي ماريا سايب، محتاج ان انا اطلع دي ماريا وانزل مكانه ايكاردي. برافو عليك، برافو عليك والله، برافو، الحمد لله على السلامه والله. طب نزل مارو ايكاردي في الدقيقه 82، وبعديها بست دقائق راح منزل جيني فينالدوم مكان اندر هيريرا، وسبحان الله ساب ادريسا جاي اللي هو مش شايف قدامه برضه، يعني جاي مش شايف قدامه وكريم مش شايف قدامه ومع ذلك كمل بيه، اللي هو انت بتعمل ايه؟ الله اعلم. عكس طبعا نونو مينديز اللي موجود ناحيه الشمال اللي هو اساسا ما كانش موجود، ده الراجل ده موجود بس عشان خاطر ما يزيدش، اللي هو انت 4-2-3-1 باكات، ما فيش حد واخد ادوار هجوميه، واللي واخد الادوار الهجوميه هم الهافات يا باشا، انت ماسك باريس سان جيرمان، انت ماسك فريق الناس مستنيه ان هو كل ماتش يعمل سكور، ومستنيه كل ماتش ان هو يبقى عنده عناصر هجوميه طول الوقت بتهاجم وطول الوقت الكره في رجل باريس، انت منزل اثنين باكات مش بيعملوا ادوار هجوميه، مش قادر استوعبها بصراحه. لان بقول لك الراجل عصبني بتغيير ميسي، ميسي افضل واحد جوه الملعب وافضل واحد كارقام وكاحصائيات، ومع ذلك بتيجي مطلعه، وسبحان الله مبابي بيقدر ان هو يعمل اسيست لايكاردي عشان خاطر ايكاردي ينهي الماتش. تقعد تتفرج على كل ده تقول شفت تغييره بتاع ايكاردي هو اللي عملها يا باشا، تغييرت ايه بقى؟ الراجل عمال يوك بقاله 90 دقيقه يا باشا، وربنا كرم بالجون بتاع ايكاردي. على فكره الموضوع مش موضوع تغييرات، واي مدير فني بينزل لعيب على الدكه وجاب جون يبقى المدير الفني ده عبقري. انت لو اتفرجت النهارده على الماتش بتاع باريس سان جيرمان وليون، وعارف ان دي حاجه صعبه، هتلاقي ان قصه فروقات فرديه لسه مستمره في باريس سان جيرمان، ده بعيد عن الميمز، وان انت جاي من ناحيه ان كريستيانو كل ماتش بيلعبه مع مانشستر يونايتد عمال يجيب اجوان، وميسي اول ماتش بيلعبه بيتغير اول تغيير. لا
يا باشا الكلام ده الكلام ده روح اتكلم فيه مع بوتشينو اللي هو بيدير الماتشات بطريقه غريبه جدا، واللي هو لسه لحد دلوقتي ما لقاش التركيبه الهجوميه الفعاله في باريس سان جيرمان علشان خاطر يقعد يخنقنا علشان احنا جايين نتفرج على ميسي، مش جايين نتفرج على باريس سان جيرمان اساسا، بس بالصدفه بنتفرج على اللي بيعمله بوتشينو مع باريس سان جيرمان. ان عجبك الفيديو بعد كل الصدف اللي حصلت دي اعمل لايك، ولو لم يعجبك اعمل سبسكرايب عادي جدا، لو عملت دسلايك او شتمت في الكومنت